يعني بدا يعني سيد رئيس مجلس الوزراء بانه يشجع الصناعه الوطنيه. طيب. لكن للاسف انا اقولها من خلال متابعتي للصناعات الوطنيه، ويعني مثلا اليوم عندنا معمل الصحه الوطني، هذا معمل الصحه الوطني هو اللي ربما تركيز كبير عليه من قبل رئاسه مجلس الوزراء بان انتم كون بعد تجهزون من هذا المعمل، وتابعت انا منتجات هذا المعمل وسويت استضافه في داخل لجنه الصحه. هذا وقطع خاص؟ هو قطاع خاص. طيب. قطاع خاص صار تعاقد وياه بأنه تجهيز أدوية ومستلزمات طبية. طبعا بمتابعة وورود كثير من الشكاوى بهذا الخصوص تابعت بعض المنتجات، على سبيل المثال موضوع القاون، القاون اللي يلبسونه خلال العمليات واللي يلبسونه للمريض. القاون عبارة عن شيء شفاف جدا، شفاف بحيث حتى الملامح الجسد تبين من عنده. زين أنا دا عندي مريضة ولبسها القاون ودوديها للعملية، خو ما معقولة تبين كل ملامح جسدها. وهذا الموضوع أدعو أيضا أنا لوزارة الصحة، وهذا الملف أنا فتحته وراح أيضا يعني سلبي في أسئلة معينة لوزارة الصحة. لأنه القماش نوعيته رديئة. نعم رديئة. بل رديئة، لا رديئة أنا أتكلم. قصدين إنه هاي تكون نوعيته حسب الطلب. أبدا ما كنت طلب. الصحة. لا لا لا، والنوعية كانت رديئة. أنا أتكلم عندما أتكلم ويا أهل الاختصاص، عندما أسأل طبيب جراح بهذا الخصوص وهو اللي يعاني بهذا الموضوع، لكن هو ما يقدر يحكي. باعتبار بلد إسلامي وبلد بعادات وتقاليد، بغض النظر عن بلد الإسلامي أخي، مادة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات، مفروض أن هناك QC يعني quality control، هذا تخضع لهذه المادة. وأنا أشوف هذا طبعا بالمناسبة صارت مخاطرات. هذا قيمته وش قد اللي أنت استخسيت عنه لقيت قيمته الحقيقية، حتى لو كانت قيمته أقل من السوق لكن هو رديء، هذا أبدا لا يبرر باعتبار مادة رديئة. هذا واحد. اثنين موضوع الشراشف. طيب. شرشف اللي يفرش على تشرباي اصلا ضيق حتى ما يصير على السرير على تشرباي. موضوع المعقمات وعليها كثير من الاشكالات، واجتني بعض الاخبارات بانه هذه المعقمات حتى نسوفد انفكشن معين فد عدوى معينه، لا بل انه يعني بعض المطالعات من قبل بعض الاطباء خصوصا يعني متخصصين الجهاز الهضمي. طيب. بانه هذا المعقم يعني يغلق منافذ ويسد موضوع المناظير الناظور، هذا الناظور الجراحي. وهذا طبعا مشكله، احنا جايين المفروض راح تجهزنا يعني وزاره الصحه للمستشفيات مناظير جديده، هذه مشكلة إذا ما استمرت هذه المعقمات راح تغلق هذه النواظير الجراحية. هذا الموضوع طبعا راح أتابعه وأطلب هذه المطالعات، وأيضا راح أطلب تشكيل لجنة أيضا تحقيقية بهذا الخصوص. أنا أقول الصناعة الوطنية كل إحنا وياها.